في إطار محاربة الجرائم بمختلف أنواعها، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بشيشير في عملية نوعية لها من حجز كمية معتبرة من المواد المحظورة يتم نقلها بطريقة غير مرخصة. تلك المادة من نوع كونغ فو ذات تركيب كيميائي فعال تستغل في إبادة الحشرات لا سيما الجراد، حيث أن تسربها يشكل خطرا كبيرا على الصحة، كما أيضا يمنع منعا باتا استعمالها على النباتات والخضروات والفواكه إلا قبل فترات معينة. أين تم حجز 115 عبوة، كل عبوة بسعة يقدر 12 لتر، ليتم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل استكمال إجراءات التحقيق مع إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشار بالقضية في انتظار تقديمهما لاحقا أمام النيابة.